الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا: العازم على الطاعة له أجر الفاعل إن تعذر العمل كلا أو جزءا. العازم على الطاعة له أجر الفاعل إن تعذر العمل كلا أو بعضا. ولذلك يقول الناظم: وكل من يبذل ما في وسعه يكتب له فضلا تمام سعيه. فكل من أعجزه عن التعبد شيء من الأعذار الشرعية فالله يكتب له الأجر كاملا إذا كانت نيته حسنة. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معنو، كما في الصحيحين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر حبسهم المرض. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. أليس كذلك؟ فهذه نعمة من الله، سواء أكان عاجزه عن أصل العمل كلا أو بعضا. ولذلك صلاة القاعد للعذر أجرها مثل أجر صلاة القائل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد نصف أجر صلاة القائم، فهذا في حال عدم العذر.